نعمل 6 سنين كان بوي يشحط لي بطنه كي تجي من الكفاله تو الاخر يقولوا له بالصار يمين صار كنت نلعب عليه صار يمين صار كنت صغير هلبا الكفاله تو الاخر هي كان يعلم فيها هلبا صغير بدات نكبر هيك وكان نطلع الشارع هيك اي واحد ماشي تعال البس جوانت كان بيلبس جوانت يلعب فيه معي انا كنت صغير انا كنت ديما يضربوا فيا الناس انا كنت نلعب مع ناس كبيره كانوا يضربوا فيا ونتعلم مشت معي من صغري لعب هذه فهمتني ما كانش شيء في ليبيا لعب هذه بوك My opinion, Malik is a very technical fighter, very hard worker. I love to see him in the ring to fight because he fights. I nickname him Muhammad Ali. He's the same style of him. He's a very very good fighter. الهدف بتاعنا من ليبيا يعني هدف يعني ماشي والله العظيم من الملاكمة بس ماشي نلعب ملاكمة برا ليبيا الهدف بتاعي يعني أنا طالع من ليبيا وليبيا واللي يخدم لي التأشيرة واللي يخدم لي فيزا وكذا كل أبوي قال لي أنت ما عادش تقعد تعمل ليبيا قال لي خلاص بديك تأشيرة برا العب ملاكمة برا جرب روحك برا لأن أنت ليبيا قال لي مش قصدي مش معتمدة قصدي ليبيا مش معتمدة في لعبة الملاكمة طلعت من بلادي من اصحابي خلت العائله بتاعي وخلت اصحابي يردين لكن بالرغم من ليبيا نحبها بلادي لكن الحمد لله لكن طلعت انا بنشوف مستقبلي برا فهمت طلعت بنشوف مستقبلي يروح فهمت ان شاء الله احسن الظن